لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل. أضاف إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء. وفي كل الاتصالات التي نقوم بها ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول. وقال: نستكمل اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة على أمل الانتهاء منه لإحالته على مجلس النواب كما اتفقنا ضمن المهلة الدستورية، وإننا في صدد استكمال البحث في التقديمات الاجتماعية المؤقتة في انتظار انتهاء البحث في مشروع القانون المتكامل الذي سنرسله إلى المجلس النيابي. لقد عقدت سلسلة اجتماعات في هذا الصدد خصوصاً مع ممثلي العسكريين، وأكدنا لهم أن الحكومة لن تتأخر في تقديم ما أمكن من مساعدات لإدراكها التام لدقة الظرف الذي يعاني منه القطاع العام، ولكن لغة التصعيد والتهديد لا تفضي إلى حل. وقال في مناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية: نتقدم بالتهنئة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو الأمير ولي العهد والشعب السعودي، ونتمنى للمملكة المزيد من الازدهار بحكمة خادم الحرمين ورؤية صاحب السمو ولي العهد، ونتمنى للمملكة كل الخير، ونؤكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح إلى تعزيزها وصونها. إن لبنان يجد في المملكة سنداً وعضداً في كل الأوقات والظروف. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2025 بعد الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وفقاً لما يلي. أولاً، يضاف اعتباراً من 1/10 إلى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين تعويض شهري مؤقت يوازي ضعف الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعد. 2. اعتباراً من 1/11 يضاف إلى الراتبين راتب إضافي، يعني صرنا 3 رواتب. اعتباراً من 1/12 يضاف إلى 3 رواتب راتب إضافي، منصير 4 رواتب. كما يعطوا جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة وقدرها 10 ملايين ليرة عن شهر أيلول و10 ملايين ليرة عن شهر كانون الأول. أما بالنسبة لمشروع القانون فقد أوضح دولته أنه في حال لم يقر في نهاية العام 2024 فإن الحكومة تلتزم بإقرار العطاءات والإصلاحات الواردة فيه بشكل تدريجي بدءا من العام 25. وقد دعا رئيس الحكومة إلى جلسة طارئة لمناقشة الوضع عند الساعة 11 من قبل ظهر غد، ودعا دولته جميع الوزراء المقاطعين إلى المشاركة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية. ويشارك رئيس الحكومة في هذه الأثناء في اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية بحضور ممثلي الوزارات والمنظمات الإنسانية للبحث في سبل الاستجابة للأعداد المتزايدة من النازحين من البلدات الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية اليوم. يعني كيف تأكدت انه هذا التهزيل الاسرائيلي ضمن حرب نفسيه ما له تهزيل جدي؟ ما فيكون، يعني بدي اقول لك في تسجيل صوتي عم بيروح لالاف الاتصالات بلبنان. اجى احد الاتصالات على وزاره الاعلام، وبعتقد اجى كمان على وزاره الثقافه. انا ما بعتقد لازم نعطيها حجم اكثر من هيك، يعني بس مش اكثر. الموظفين عم بيشتغلوا وما في شيء ابدا. هذا عنده شيء؟ تفضل.
أن تضع مزيد من التفاصيل على هذه. هل تلقت وزيرة الإعلام مكالمة آلية في الصباح؟ أعلم أن وزير الإعلام نافع، ولكن هناك أيضا اختلاط لبعض الإذاعات بحسب ما تردد بعض الأنباء. كيف تم هذا والتصريح الخاص برئيس الشبكة القضية المشغلة قال أن الشبكة قديمة ولا يمكن اختراقها؟ خلينا لك شغلي. أول شيء أنت عم تحكي بال 2025، يعني في 100,000 طريقة أنك تخترق أي شيء. أنا اللي بأكده أنه الشبكة الأرضية اللبنانية لم تخترق، يعني يلي عم بيصير هو عملية خرق لا يعني خرق آلية ما لها علاقة بالشبكة، شبكة الاتصالات بلبنان. موضوع الخرق يلي بيصير للإذاعات واللي بيصير للتلفزيونات بيصير بكل دول العالم. هلا في حرب نفسية على لبنان ورح نتوقع خروقات، خليني أقول لا اتصالات ولا لا منصات إعلامية. مع الوزير يعني اتصالات غير مسبوق، خايفين من الحرب الشاملة دوليا، بعد في حدا عم يحكي معنا كحكومة؟ كل الناس عم بيحكوا معنا كحكومة، يعني الوزير الخارجية موجود بنيويورك وهو عم يعمل اتصالاته، دولة الرئيس أكيد عم بيكون بالاتصالات اللازمة، وأكيد نحن بنكون محضرين من يعني من أول يوم بلشت الحرب. الحكومة مجبورة أن تكون محضرة لأي احتمال، يعني إن شاء الله ما بيصير في حرب، إنما إذا صارت نحن ما نكون جاهزين. أنا حكيت بموضوع النزوح، وهلا في اجتماع بالأسر الحكومي فيك أنت تنزل تاخذوا يعني المعلومات يلي بدكن إياها. تفضلي. نسأل عن المسألة، اليوم في عملية نزوح كثير كثيفة، العالم خايفين عم تاخذ أولادها من المدارس، اليوم فايتين على مرحلة الإسرائيلي عم بيقولوا خلص فتح، إحنا شو يعني وين من أين؟ يعني أنا برجع بكرر يلي قلني في خلية الأزمة مجتمعة هلا برئاسة دولة الرئيس والوزارات والمنظمات المعنية، الشيء اللي بينعمل عم بينعمل. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، مثل ما سمعنا تم إقرار موازنة 2025. بهذه الأثناء يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع للجنة الطوارئ على أن يكون يوم غد اجتماع وجلسة سياسية لا يكون في موقف اليوم رسمي من ما يحصل من تطورات ميدانية وتصعيد أمني موجود بمختلف المناطق اللبنانية وبالتزامن مع الغارات التي تحصل في جنوب لبنان وعدد مناطق. طبعا شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيري وعلي شير.